notre régional Est, et puis la couverture télévisuelle. Nous avons 5 centres au niveau de la région, 5 de grandes puissances. الولاية عندي سبطاج باستولوجي عندي ولايات تحرير عدد تحرير يمثل 21 اللي دعا لشبكتها البرامجية ل 2013. هذه الزيارة هي في الواقع تأتي ضمن برنامج الوزارة لإحياء اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف ليوم 3 ماي القادم إن شاء الله. هذه الجولة هنا في مدينة قسنطينة كانت مفيدة للغاية، حيث أمكنتني من الوقوف على قطاع الاتصال في الولاية. وقفنا على أوجه الضعف وأوجه القوة، وتبين أنه من ناحية الصوت مدينة قسنطينة مدينة قوية، قوية إعلاميا، قوية ثقافيا، وقوية بتاريخها. لكن لاحظنا أنه من ناحية المنشآت الإعلامية كان هناك نقص كبير جدا، سواء بالنسبة للمحطة الجهوية للتلفزيون، أو بالنسبة للبث الإذاعي والتلفزيوني، أو حتى بالنسبة للإذاعة. وكذلك وكان الوطنية للنشر والإشهار، رغم أنها تسوق على أنها يعني قوة مالية. إذا من ناحية الإعلام قسنطينة مدينة إعلام وثقافة، من ناحية المنشآت بكل أسف يعني فيه نقص واضح من حيث المنشآت.